والسير على منهج محمد مصطفى عبد القادر المهرج، سائرين على هذا المنهج. أول ما سمعته قال هؤلاء الشباب على طريقة الدجال، عرفت إنه زول ده داير يرقد من دعوة التوحيد، داير يرقد بس. قال الموضوع وين؟ على طريقة الدجال، والدجال عنده طريقة؟ هذه طريقة الرسل، والله ده كله ما بيقدروا عليها. عمر قال ذكور يقدروا يركزوا في دعوة التوحيد، والله ما يقدروا. ودعوتنا اللي احنا بندعو بها إنما هي من القرآن، من دعوة الرسل. قال إبراهيم عليه السلام لقومه ما هذه، خلي بالك، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ده كلام الدجال؟ لا. ها؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال عنه وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بيعمل شنو؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون؟ دي دعوة الدجال. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إلياس عليه السلام قال لقومه ألا تتقون؟ أتدعون؟ ما بدسوا الكلام الرسل، أتدعون منو؟ معلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين؟ لدعوة الدجال؟ هل هذا كلام الدجال ولا كلام الله؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى. الرسل قتلوا في هذا، بل منهم من قتل. قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، ما له عمل لهم شنو؟ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. هل دي دعوة الدجال يا ناس؟ لا. أليس هذا كلام الله سبحانه وتعالى؟ قالوا يا شعيب ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. دي دعوة الدجال، دعوة الرسل، دعوة واضحة صريحة في هدم الباطل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ودعوة الرسل قائمة على هدم الباطل وبناء الحق. تهدم، انت قاعد تهدم الباطل. ابن عطاء الله الصعفوق نزار هاشم الشلة بتاعتهم بتاعت اسمها هنا دي وين؟ شنبات. من بيهدم الباطل؟ إنما حقدوا على إخواننا حسدا من عند أنفسهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ربنا مدهم وأداهم من فضله ومن خيره هؤلاء الإخوة. شيخ مزمل والله حسدوه فقط لكسره لأهل الباطل ومناظرته لهم، وما من مبتدع صوفيا كان أو إخوانيا أو سروريا ناظر الشيخ مزمل إلا وقصمه وكسره بفضل الله.